أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب لشهر أكتوبر 2021. يمنح برج العقرب في أكتوبر العديد من الفرص للدخول في علاقات حب. سوف تنجح بعض الشجاعة والإيمان في العلاقات، وستكون شخصية برج العقرب ليبرالية ومضمونة. سيكون هذا موضع تقدير من قبل زملائك، والتواصل مع الطبيعة سيعزز خيالك وسيساعدك على رابطة جشعك. ستصل مشاعرك إلى ذروتها بحلول منتصف الشهر. سيكون هناك العديد من الصراعات والتأجيلات في أنشطتك. النمو المهني مضمون وستحصل على دعم زملائك. توقعات العاطفية. سوف يتم إزعاج توافق برج العقرب بسبب التزامك المهني. من المهم فصلهم عن علاقات الحب الخاصة بك. انخرط بنشاط في حياتك العاطفية. ستكون نهاية الشهر ميمونة للعلاقات وحالات الحمل الجديدة. ستكون الرابطة الزوجية قوية هذا الشهر، وسيكون هناك الكثير من الرومانسية في العلاقات. أنت قادر على إبقاء تطلعاتك المهنية منفصلة وعدم السماح لها بإفساد حياتك العاطفية. سيتمكن الأشخاص العزاب من تكوين تحالفات حب خلال منتصف الشهر. جوانب النجمة مواتية للحب، ومشاعرك القوية ستسهل علاقاتك الجديدة. توقعات برج العقرب للأسرة. تشير التوقعات للعلاقات الأسرية ليست مواتية على الإطلاق. التكونات النجمية ليست إيجابية، وسيؤدي ذلك إلى التنافر والخلاف. يميل الغرباء إلى التدخل في إفساد وسلام الأسرة. العلاقة بين الأعضاء ستكون مليئة بالتوتر أيضا. يجب أن تكون هدفك هو استعادة العلاقة الجيدة بين أفراد الأسرة. يمكن أن يتأثر الأطفال سلبا بالجو العائلي الرجعي. حتى النجوم ليسوا داعمين، ولن يكونوا أداء أطفال على مستوى جهودهم الأكاديمية. من المحتمل أن يتورطوا في مشاكل مع بعض أفراد الأسرة. يجب على الآباء مراقبة سلوكهم وأنشطتهم وإرشاداتهم بشكل صحيح. توقعات برج العقرب صحيا. يتوقع بآفاق صحية استثنائية. التأثرات النجمية مشجعة، ولن يكون هناك أي مخاطر صحية كبيرة. لن تتكرر الأمراض المزمنة، وستتطلب المزيد من المشكلات الصحية مساعدة طبية بسيطة. يجب أن لا تنسى برنامج التمارين والنظام الغذائي الصحي الخاص بك للبقاء بصحة جيدة. حتى يجب تجنب جميع أنواع التوتر من خلال توقيت أنشطتك بشكل صحيح. وسوف تساعد تقنيات الاسترخاء في الأنشطة الرياضية إلى حد كبير. توقعات برج العقرب مهنيا. يتنبأ برج العقرب بأشياء صعبة للمحترفين. الآفاق النجمية ليست مواتية، وهذا سيخلق بنية سلبية في مكان العمل. ستعمل بجد، ولكنك ستفشل في تحقيق الوصول إلى دعم الزملاء وكبار السن. لن يسمح لك هذا بتحقيق أهدافك، وستفشل في الحصول على مكافآتك. توقعات. يمكنك الاستغلال هذا الوقت لإشراك نفسك في الأنشطة الخيرية والدينية للحصول على بعض السلام العقلي إن أمكن. قم بترفيه خبراتك المهنية لدى استسلام التي ستساعدك في المستقبل. توقعات برج العقرب ماليا. تشير التوقعات لرجال الأعمال أنها ليست مشجعة على الصعيد المالي. حتى التجار والمصدرون لن يكونوا قادرين على القيام بعمل جيد، وفشلوا في الجني الكثير من الأرباح. تجار الفنون الجميلة يفشلون في بيع منتجاتهم، وستنتهي المضاربات مع الخسائر. تكونات الكواكب ليست مواتية، ولن تكون قادرا على بدء مشروع أعمال جديدة. لن تعطي الاستثمارات عوائد إيجابية. الوكالات المالية ليست مفيدة للغاية في تقديم المساعدة. توقعات برج العقرب مهنيا. للتعليم. تتوقع لا تتنبأ التعليم بأشياء مواتية للمهنة الأكاديمية للطلاب.
الجوانب النجمية ليست ميمونة وقدراتنا العقلية لن تكون حادة، وهذا يجعل التعلم صعبا ولن يتمكن طلاب التجارة والفنون من التعامل مع دوراتهم. لن تتطلب الاختبارات التنافسية المزيد من العمل الشاق فحسب، بل تتطلب أيضا المزيد من التوجيه. لن يتم قبول طلاب الدراسات المتقدمة في المعاهد التي يتجاوزونها. توقعات برج العقرب للسفر. توقعات للعقرب هو مفيد جدا لخطط السفر. جوانب النجوم ميمونة وسيكون هناك قدر كبير من السفر، سيكون داخل الدولة وكذلك خارجها، سنؤدي إلى رحلات إلى فوائد مالية جيدة جدا، ستساعد وسوف يكون السفر الممتع مع الأصدقاء وأفراد الأسرة ممتعا للغاية ولا ينفع.